Hello everyone, how are you today? أهلا وسهلا بطلاب الصف الثاني الابتدائي في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية في برنامج معا نستمر للتعلم عن بعد. إن شاء الله يا طلاب يكون عندنا مراجعة لبعض الكلمات، وهيكون في درس جديد وهيكون في تدريب في نهاية الحصة إن شاء الله على القراءة. نبدأ يا طلاب مع أول تدريب من تدريبات المراجعة بنفس فكرة التدريب السابق في الحصة الماضية. بنعرض لك ثلاث كلمات، مطلوب منك تعرف الكلمات بالترتيب، وبعدين بسألك إيش الكلمة الأولى إيش الثانية إيش الثالث. أوكي، طيب مين فاكر أول كلمة يا أبطال؟ اللي هي كلمة الصباح. أيوة، كلمة morning. مرة تانية morning morning. أوكي، كلمة الثانية اللي هي فترة الظهيرة afternoon afternoon. أوكي، المساء اللي هو كلمة evening evening. خلي بالك من نطق كلمة evening. okay evening. مرة تانية morning afternoon evening. طيب نبدأ يا أبطال. كلمة الثانية، أيوة كلمة afternoon. okay. طيب الكلمة الأولى اللي هي أولها حرف M، أيوة كلمة morning. طيب الكلمة الأخيرة، أيوة كلمة evening. تاني morning afternoon evening. طيب هذه كلمات يا أبطال، طبعا ده تدريب مراجعة بنفس الطريقة. أيوة، أول كلمة كلمة night night اللي هو الليل. كلمة الثانية talk talk. كلمة الثالثة كلمة plane، ركز على حرف ال P، plane plane. مرة تانية night، آسف night. مرة تانية night talk. أيوة talk. كلمة الأخيرة plane plane. طيب نبدأ كلمة الثانية، أيوة كلمة talk اللي هو يتكلم. أوكي talk. طيب الكلمة الأولى، أيوة كلمة night. مرة تانية night. طيب آخر كلمة يا أبطال، أيوة كلمة plane plane. أوكي، بنراجع كلمة don't، تكلمنا عنها المرة الماضية. قلت بستخدمها عشان أقول أو أتكلم عن الأشياء اللي ما بسويها بشكل عام في حياتي. أوكي، قلت لك بيجي بعدها فعل، تقول مثلا I don't like tea. أوكي، يبقى don't بستخدمها في الحاضر، يجي بعدها فعل، وبتكلم عن الأشياء اللي أنا ما بسويها. أوكي، زي كلمة I don't like tea. أوكي، نبدأ أبطال مع أول كلمة وخلي بالك منها. أول كلمة اللي كلمة أيوة rain. rain هنا بتكلم عن المطر نفسه، مطر. rain معناها مطر. طيب الكلمة الثانية هنا كلمة rainy. كلمة rainy تختلف عن كلمة rain. كلمة rain زي ما قلت لك المقصود بيها المطر نفسه، لكن كلمة rainy أنت بتوصف حالة الجو، فبتقول الجو ماطر أو ممطر، فبقول it's rainy it's rainy. بكلمة rainy المقصود بها الجو ممطر. تاني it's rainy it's rainy. okay. لكن الكلمة الأولى كلمة rain اللي هو المطر نفسه. يبقى عندنا هنا مين؟ rain. خلي بالك من حرف ال R، لا تقول حرف ال R زي الراء في اللغة العربية. okay. حرف ال R نطقه في اللغة الإنجليزية يختلف تماما عن نطقه في اللغة العربية. تاني مرة تانية rain. هنا أبطال it's rainy it's rainy. okay. طيب هنا كلمة sun. sun اللي هي الشمس. okay. لكن كلمة sunny معناها مشمس. تمام، هنا بنقول it's sunny it's sunny، يعني اليوم أو الجو مشمس. طيب نرجع تاني أبطال من البداية. أيوة، أول كلمة كلمة rain. rain اللي هو المطر نفسه. طيب بقول الجو ممطر، it's rainy it's rainy. okay. طيب كلمة شمس اللي هي كلمة sun sun. طيب عايزين نقول المشمس، كلمة it's sunny it's sunny. okay.
طيب كلمة هوت احنا درسناها قبل، بس احنا لما درسناها قبل يا ابطال كنت بتتكلم عن نفسك، بتقول انا حران او يعني اشعر بالحر، فبتقول I am hot، I am hot، انا حران. لكن لو بقول الجو حار بقول it's hot، it's hot. وخلي بالك كلمة hot ممكن اتكلم بيها عن نفسي زي ما درسنا، فبتقول ايش I am hot. ممكن اتكلم بيها عن حالة الجو نفسه فبقول it's hot، الجو حار. أو ممكن أستخدمها أقول مثلا مشروب ساخن أقول it's hot. أوكي مرة تانية يا بطل، it's sunny يعني مشمس، it's hot جو حار، I am hot يعني أنا حران. أوكي نفس الفكرة، درسنا كلمة cold، I am cold أنا بردان. طب عايز اتكلم عن الجو اقول الجو بارد، it's cold، it's cold. اوكي طيب جو عاصف، it's windy، it's windy. طيب نراجعهم بسرعة يا ابطال، تاني rain، rain it's rainy، it's rainy. Sun, sun. It's sunny, it's sunny. It's hot, I am hot. I am cold, it's cold. Okay. طيب. It's windy, it's windy. ممتازين. يعني أنا لو أحب أوصف حالة الطقس أو حالة الجو أو حالة الطقس يعني بتقول كلمة it's وبعدين أقول حالة الطقس. كلمة it's معناها إنه، أو بتتكلم عن الجو بشكل عام فقول it's rainy ممطر، it's sunny مشمس، it's windy عاصف. باقي معانا كلمتين اللي هو كلمة it's cold و it's hot. أوكي طيب هنا يا ابطال بنتكلم عن قراءة، عن صوت حرف الإي. اوكي طيب لو تلاحظ هنا الإي لحالها وهنا اتنين إي مع بعض، الإي لما تكون لحالها طبعا زي ما احنا درسناها هي صوتها بيكون قصير إي إي، وخلي بالك مع صوت الإي بيكون في فتحة في الفم هنا شوي إي إي، زي كلمة مات مات، هنا كلمة تين تين. اوكي يبقى الإي لحالها كده إي إي مات 10. اوكي اتنين اي مع بعض ما فيش بينهم مسافة، ما فيش بينهم حروف، صوتهم بيكون كأنك بتقرأ اي عادية، كأنك بتقرأ حرف الاي بالضبط. اوكي زي كلمة ميت ميت، زي كلمة تين تين، طبعا المعنى بيكون مختلف تماما. اوكي يبقى الاي لحالها صوتها قصير اي اي تمام، زي كلمة ميت، لكن اي اي مع بعض صوتهم بالضبط كأنك بتقرأ حرف الاي. اوكي ميت ميت تين تين. اوكي طيب نشوف الكلمات اللي هنا ابطال، اول كلمة كلمة ايوه سي، الكلمة الثانية ريد، الكلمة الثالثة نيد نيد، طيب فيد فيد، ميت ميت، سين سين. شكرا لكم يا أبطال، أتمنى مراجعة الكلمات جيدا والتركيز على درس القراءة، وأتمنى المشاركة في الأنشطة اللي بتكون على جروب واتساب. Good bye.